خال مركز عدالة لحقوق الإنسان إن أحكاماً صادمة بعضها بالمؤبد صدرت ضد نشطاء وحقوقيين، حيث أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في 5 مارس الجاري أحكاماً نهائية باتة بالسجن في القضية رقم 1 لسنة 2021 ضد 31 شخصاً بينهم نساء، 6 نساء، ومن بين المحكوم عليهم المعتقلة عائشة خيرة الشاطر التي نالت 10 سنوات سجنا، والمحامية هدى عبد المنعم التي حكم عليها 5 سنوات سجنا، وآخرون سلطت عليهم أحكام بالسجن 15 عاما. مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من اسطنبول السيد محمود جبر رئيس مؤسسة العدالة. سيد محمود أرحب بك. يعني أناس مدنيون، محامون، نشطاء، نساء، فتيات، حتى بعضهم أطفال ربما يحكم عليهم بهذه الأحكام الصادمة، كيف ولماذا باتوا إرهابيين بهذا الشكل؟ تحياتي لك سيدي الكريم وتحياتي لمشاهدي قناة الحوار. نعم، نحن الآن أمام حالة من حالات الإنسانية الغائبة في مصر تماما. بعد أن تم تغييب القانون بشكل تام، ومن قبله تغييب الدستور ودهسه بالأقدام، والإلقاء بكافة العهود والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان ألقي بها في غياهب لا يعرف لها سبيل ولا يعرف لها طريق، فظهر لنا في صورة آثمة جسيمة هذا الحكم الجائر، ونحن نقول أنه حكم جائر جورا فادحا، لأنه أولا يعني صدر بحق محامين وحقوقيين وأناس هم دائما جاهزون لأن يتم الزج بهم في عدة قضايا دون أن تكون هناك تحقيقات عادلة شفافة أو محاكمة عادلة. أقول أن صوت حقوق الإنسان في شكل المنظمة التنسيقية المصرية التي يرأسها المحامي عزت غنيم الذي حكم عليه 10 سنوات مع أو 15 عاما مع زميله المحامي أيضا محمد أبو هريرة وزوجته عائشة خيرة الشاطر، والحقوقية التي كانت في يوم من الأيام هي عضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان. صوت حقوق الإنسان في مصر أزعج النظام المصري، التقارير الحقوقية أرقته، هذه رسالة من النظام المصري والحكومة المصرية إلى كل صوت ينادي بحقوق الإنسان أو يدافع عنها، فكان لهم القضاء المصري في صورة محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، ونحن لنا حديث حول هذه المحكمة. هذه الأحكام التي صدرت هي أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ، حتى أن المتهمون في هذه القضية لا يملكون إطلاقا أن يتقدموا لمحكمة أخرى لكي يعاد النظر في هذه القضية، وكأن هي حالة من حالات الانتقام السياسي من هؤلاء المحامين والحقوقيين والمدنيين. هذه نقطة هامة سيد محمود، يعني محكمة أمن الدولة العليا الطوارئ، وهي محكمة بالمناسبة ناشئة جديدة أو مؤقتة، سميها ما شئت، كيف استثنائية، كيف يمكن لمثل هذه المحكمة أن تصدر أحكاما غير قابلة للنقد أو للمتابعة؟ هكذا هو قانون الطوارئ في مصر، ينص على أنه تحال قضايا بأمر مباشر من رئيس الجمهورية إلى هذه المحكمة طالما أن حالة الطوارئ مفروض. وكما تعلم حالة الطوارئ لم تفارق مصر طوال الأعوام الماضية منذ 2013 إلا قبل عام واحد حينما تم تعطيل وإلغاء حالة الطوارئ، لكن في الفترة 10 سنوات الماضية حينما كانت حالة الطوارئ مفروضة كان يتم إحالة هذه القضايا التي يراد التخلص من المعارضين ولا يمكنون من أن تعاد محاكمتهم مرة أخرى، فضلا عن أنها محكمة استثنائية طارئة
ليست هي المحكمة التي نص عليها الدستور حينما قال أن المواطن من حقه أن يحكم أمام. هل يعبر ذلك عن عدم ثقة السيسي بالقضاء؟ لذلك بالقضاء المصري، لذلك أنشأ هذه المحكمة تحديدا لكي تكون يعني صوته الذي يجلد به المعارضين. هو خوف من أن يكون هناك قاضي مستقل، وإن كنا نفتقد هذا النوع من القضاء في مصر الآن بعد أن صار القضاء الاستثنائي هو عنوان العدالة في مصر الغائبة. القضاء الاستثنائي تمثل في دوائر الإرهاب التي استحدثت منذ ديسمبر 2013. القضاء الاستثنائي في مصر متجذر في شكل القضاء العسكري أيضا الذي يأتمر بأوامر وزير الدفاع في مصر ورئيس الدولة، ثم أتى إلينا لون من ألوان القضاء الاستثنائي المتمثل في محكمة أمن الدولة. شكرا لك سيد محمود جبر، رئيس مؤسسة العدالة، كنت معي من إسطنبول.